للبلدان أبوابها، وللمدن أبوابها، وللديار أبوابها زادة، وللكتب أبوابها، وللقلوب أبوابها. حسيلو ما تدخل مدينة ولا دار ولا غيره كان من أبوابها، والباب هو اللي يطل على الخارج، يحرس ويحمي ويخبي الأسرار. واللي يهمنا لهنا هي بيبان تونس. قبل ما تتبنى المدينة الحديثة والعصرية كانت موجودة المدينة العتيقة، وفي تونس نقولوا المدينة العربي ولا البلاد العربي اللي كانت تتميز بالمبادلات التجارية مع الريف اللي داير بيها واللي زود فيها بحاجياتها الكل. والملاحظ أنه الأسواق تحتل مساحة كبيرة من المدينة العتيقة. هالمدينة داير بيها أسوار وبوابات باش تحميها من الغزاة. خلينا نحكيو على أهم بوابات أو بيبان تونس. باب البحر أو باب بحر هو باب تبنى في عهد الأغالبة، موجود في السور الشرقي للمدينة العتيقة، وفما بعض معتقدات تقول أن البحر كان يوصل له، وهذا مش صحيح. والحكاية الكل أنه يتحل الباب هذايا في اتجاه البحر، والباب هذا مبني على شكل قوس في عام 1860، وبعد تهديم الأسوار فركوه الباب هذا وعاودوا ركبوه في مدخل شارع البحرية بطلب من قنصل فرنسا وقتها ليون روشي. وخلال الاستعمار الفرنساوي ولا الباب هذا يتسمى باب فرنسا، بورت دو فرانس، والاسم هذا مازال عايش لتوا. نمشيو الباب الجديد اللي تعمل في عهد السلطان يحيى الحفصي عام 1278 ميلادي، وقت اللي قامت الفتنة الباشية الحسينية. اتضرر الباب في الربع الثاني من القرن الثامن عشر، ومتجد وتصلح كان عام 1769 في عهد علي بي بن حسين. وبالنسبة للباب الخضراء فإنه موجود في شمال المدينة العتيقة، وتبنى عام 1320 على شكل قوس ياسر بسيط، وفي عام 1881 هدوه وعاودوه من جديد في شكله الحالي باش يسهلوا من خلاله المبادلات التجارية. اتسمى باب الخضرة باسم تونس الخضرة، وزاد على خاطره كان يتحل على السواني الخضرة الممدودة حتى شريانة وكارتاج. نتعداو توا الباب السويقة اللي فيه زاوية سيدي محرز وجامع باي محمد وجامع الزراعية، وكلمة سويقة هي تصغير لكلمة ساقية. باب سويقة تسمية تعدات من باب الاسم حي كامل، وهذا الحي معروف برشا خلال الاستعمار على خاطره كان منخرط في حركة النضال الوطني. والمعروف على باب السويقة زادة الاحتفالات والسهريات في الصالات والقاعات المعروفة متاحة في شهر رمضان، والمشهورة بسهريات الكافي شان. قريب من باب السويقة وباب الخضرة فما باب العسل، وتسمى هذا الباب على اسم عائلة بني عسل. هذه العائلة معروفة جدا، عريقة وغنية، وكانت تسكن بحذا الباب. ننتقل توا الباب الفلة، وتسمى هكا على خاطر كان مجرد سلمة أو فلة، معناها فتحة صغيرة في سور المدينة العتيقة كانوا يستعملوه السكان باش يهربوا منه وقت الاحتلال الإسباني للمدينة في القرن السادس عشر. الباب هذا اتهد عام 1890 وقعد منه كان الاسم. فما باب آخر اسمه باب منارة، تبنى هذا الباب عام 1276 في عهد الحفصيين، وتسمى باب منارة على خاطر كان فوقه قنديل ينور على أهل المدينة، والقنديل هذا يضرب به المثل في تونس، يقول لك فلان كي قنديل باب منارة يضوي على البراني. والسبب بسيط، هو كون القنديل هذا في عوض يضوي على أهل المدينة اللي يدخلوا ويسكروا الباب في صورة فم اختر، فإنه يضوي على الاختر بيده. حسيله غلطة مطبعية، ولا خلينا نقوله غلطة هندسية. نمشيو الباب سعدون أو باب بو سعدون أو باب أبي سعدون، تبنى عام 1350 بحذا باب سويقة، واسمه جاء من اسم راجل صالح اسمه سيدي أبو سعدون. الرجل هذا كان يسكن بجنبه في القرن الخامس عشر ميلادي. ومش بعيد برشا فما باب سيدي عبد السلام اللي تبنى في عهد باي تونس حمودة باشا على السور الغربي للمدينة العتيقة، وتسمى باسم الولي الصالح سيدي عبد السلام الأسمر، اللي الضريح متاعه موجود بحذا الباب. وحتى البنات عندهم باب باسمهم. الحكاية أن السلطان أبو زكريا الحفصي استبنى ثلاثة بنات متاع العدو متاعه يحيى ابن غارية، ورباهم في قصر بحذا الباب اللي تسمى باب البنات. ومازال باب الأقواس وباب العلوج وباب تزيرة وباب قرطاجنة وباب سيدي قاسم وغيرهم من البيبان اللي تحبنا برشا وقت باش نحكيوا عليهم. وآخر ما نقول لكم دعيوة خير، ربي يحل البيبان في وجوهكم.